في مقابلة خاصة مع اللواء سلطان العرادع محافظ محافظة مأرب في المحطة الغازية في مأرب. أسئلة سريعة، أولا أهمية هذه المحطة لاستقرار التيار الكهربائي في مأرب. هذه المحطة تكتسب أهمية كبرى على مستوى الجمهورية اليمنية، لأنها محطة أنشئت أساسا لتغذية الجمهورية اليمنية، وفعلا استمرت خلال الأعوام الماضية في العمل لتغذية عدد من محافظات الجمهورية بما فيها العاصمة، ولكن تعطلت نتيجة الحرب الموجودة. وأما بالنسبة للمأرب حرمت خلال الفترة الماضية تماما، مما اضطرنا أن نعمل جاهدين مع الجهات المعنية وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومساعدة الحكومة لحظة بلحظة في قضية إنجاز هذه المرحلة الأولى من هذه المحطة التي سيكون لها دور وأهمية في عجلة التنمية في محافظة مأرب، وأنت تعرف ما الكهرباء من أهمية في حياة الناس في كل المجالات. الكوادر اليمنية التي أعادت تشغيل يمنية الكوادر اليمنية. طيب، أجذبني في حديثك أنك تقول أنها تغذي حتى المناطق سيطرة الميليشيات، يعني هل معناها أن محافظ محافظة مأرب يعطي كهرباء حتى للمواطنين في مناطق الميليشيات؟ أخي، مأرب تغذي كل الجمهورية بالغاز، وتغذي كل الجمهورية بالنفط بما لديها من نفط، وتغذي الجمهورية بالكهرباء أيضا حتى قطعت نتيجة حرب الميليشيات الحوثية تماما، وجاءتني عدة منظمات والتزمنا وبموافقة القيادة السياسية والحكومة التزمنا بأن نوصل الخطوط من جانبنا إلى آخر نقطة تحت سيطرة الشرعية، وطلبنا من الحوثيين أن يسمحوا للكهرباء أن تمضي في اتجاه المناطق الأخرى التي تحت سيطرتهم، ولا نمانع في هذا، ونحن على أتم الاستعداد في أي لحظة، لكن الميليشيا رافضة وترفض أي خير للشعب اليمني. أما مأرب فهو يغذي الجميع دون من ولا أذى، نحن نغذي كل المناطق، نحن نغذي من يحبنا ومن يكرهنا، نحن نغذي من يقاتلنا ومن يسالمنا، لأن هذه مقدرات وطنية نحافظ عليها ونوصلها مستحقها. مأرب بأمان، بأمان الله. نعم. ثم بأمان أهلها وشرفاء اليمن، ومن وراء الجميع التحالف بعد الله سبحانه وتعالى. مأرب في مأمن ومأرب في خير، ويد تبني كما ترى، ويد تدافع، ولا يمكن في أي يوم من الأيام أقولها لك بأن تحكم مأرب بميليشيا أيا كان نوعها أو شكلها بإذن الله، ولن يحكم مأرب إلا دولة. سؤال أخير، سلطان العرادة يخوض حرب موازية مع الألغام التي زرعتها الميليشيات على حدود وطوق مأرب. نعم، ولعل عندكم التقرير من مسام، وهي منظمة دولية والتي تشرف على المكافحة السعودية، آلاف الألغام التي زرعت في محافظة مأرب ولا تزال إلى الآن، ولا زلنا إلى هذه اللحظة نبحث عن هذه الألغام ونخرج في كل يوم مجموعة كبيرة، والتي تستهدف المدنيين من الرعاة من النساء من الأطفال من المدنيين، ولكن نحن في طريقنا بإذن الله لاجتثاثها عبر هذه المنظمة المباركة.